دلوعة، لمضة، نغشة أوي، لسانها بيفرقع، ما بتقعدش ساكتة، ضحكتها عالية، بتضحك على طول. احنا بنتكلم عن الشعنونة، أنثى برج القوس. يلا بينا. أهلا بأجمل ناس في الدنيا، بعتذر اتأخرنا عليكم ياللي ما عندكمش صبر، فبالراحة علينا وما تسلخوناش في التعليقات. احنا عارفين ان احنا مقصرين وعارفين ان انتوا ما عندكمش صبر، بس احنا جينا وهنتكلم النهارده عن القوسية عفوا انثى برج القوس. وبرحب بكم سريعا وادعو اللي ما اشتركش ان هو يشترك. بنكمل سلسلة نساء الابراج، وموعدنا النهارده مع القوس، وبكره المرأة الحديدية انثى برج الجدي. متفائلة، من اكثر النساء المتفائلة هي انثى برج القوس، وصريحة دايركت، ما تحبش اللف والدوران، ما عندهاش صبر عليه، طموحة جدا ومستعجلة، ومن أكتر النساء المستعجلة، ومن أكتر النساء المقبولة الطعمة اللي دمها زي الشربات اللي ما ينزهقش منها، اجتماعية، تحب الناس قوي والناس كلها تحبها. القوسية لو ارتحت لك تدخلك بسرعة الصاروخ في حياتها، وفي نفس الوقت سهل جدا ان هي تبقى انت بني ادم مبلم ومعقد وما تنطقش. اول ما هي تقعد معاك 5 دقايق تفتح لها قلبك وتحكي كل حاجة، وتبقوا اصحاب، وسريعة ونشيطة وحيوية وايجابية دايما كده، ما تحبش النكد ولا ليها اطلاقا تقلى عليه. انما تعالى احذرك او احذرك، اوعى تعمل لي فيها متحكم، الا القيود مع القوسية، تطيق العمى ولا تطيقش القيود وحبس الحرية وابلاء الاوامر، ابعد عن ده في ثانية كده، فص ملح وداب، تفتح العلبة ما تلاقيهاش، تفتح الشقة ما تلاقيهاش، تفتح البيت ايا كان طبيعة العلاقة بينكم ما تلاقيهاش. هي كده سريعة جدا في حاجة زي كده، فهي القوسية رغم كل ده بتبيع بسهولة، من النساء اللي ممكن تبيعك بسهولة أو تبيعك حتى لو أنت صاحبتها، إذا قليت بالأصل، إذا لعبت في اللي ما ينفعش إن هو يتلعب فيه، إذا قررت إن أنت تخطي الخطوط الحمراء اللي أنت عارف إن مش مسموح لك مع القوسية إن أنت تتخطاها، تموت في المفاجآت، في السفر، في الخروجات، في الصحاب، مربكة تربكك، سريعة في الكلام، سريعة في البديهة، تخليك دايما كده عايز، عشان رتم حياتك سريع قوي، وعشان انت ممكن تجاريها وما تعرفش ممكن تتكعبل على وشك فتتربك او تربكك في الكلام، تبقى مرتبك مع القوسية، كلامنجية لمضة، تلاقيها لسه كده بنوتة 3 4 5 سنين وانت شحط كده طول بعرض 30 ولا في العشرينات، وما انتش عارف تصد قصتها في الكلام، عشان كده قلنا عليها شعنونة. صادقة جدا، من اكتر النساء الصادقة اللي انت ممكن تقابلها، واللي في قلبها على لسانها، اللي جوه مع القوسية يطلع ما تعرفش تخبي، ما عندهاش صبر، كتاب مفتوح قوي قوي لو انت قربت منها. من اجمل الاشياء اللي في القوسية ان هي بتلاقيها كتاب مفتوح، وهي كمان انثى من الاناث المتفائلة، وبتتضايق بسرعة وبتتعصب بسرعة ومشاكسة زي ما انا قلت، ما بتقعدش ساكتة وبتحب الحركة، والبني ادم اللي هو اللي يعني اللي هو عامل فيها تقيلة قوي بيخنقها، بيجيب لها الشلل الرباعي. فبالله عليك لو انت يعني نفسك تتقل ما تتقلش قوي مع القوسية، عشان هي ملهاش صبر على حاجة زي كده. وما تزعلش مني بقى، ده انا بنصحك يعني، بما انك دخلت الفيديو ده فانت عايز تعرف او عايزة تعرفي طباع القوسية، كريمة جدا جدا، مبذرة مبذرة، الانثى دي ال1000 جنيه في ايديها كأنه يعني زي الحمام كده بيطير، زي الحمام لسانها حاد قوي، لو لزم الامر وتعصبت وتجننت وركبت الجنونة والجنونة طلعت لسانها بيفرقع، وانت حر. ساعات بتحدف دبش خفة الدم والدلع، بس هتضايقني انت حر بقى، انت اللي ضايقتني هتجيبه لنفسك يعني. انما هي متسامحة جدا وغير انتقامية بالمرة وغير حقودة، وما تبصش للي في ايد غيرها، صعب نلاقي قوسية كده والا تبقى قوسية مضروبة. دايما انا بقول لا، يعني هي عندها حالة من حالات الرضا او تحب الخير للناس، قلبها طيب، من النساء اللي هي
قلبها طيب وإيجابية وابتسامتها جميلة قوي قوي، تبقى أنت قاعد متنكد متضايق قرفان من الدنيا واللي فيها، تسمع أنت بقى ضحكة. لسه هنخش على الضحكة، خلينا في الابتسامة. تشوف الابتسامة الطفولية الطفولية بتاعت القوسية دي، تحس ان انت صغرت 20 30 سنة ورجعت كده لأيام المرح والدلع والخضرة والجمال، وضحكتها عالية وصوتها. أغلب النساء القوس نبرة الصوت عالية مش واطية، لذلك لو ضحكت وفتحت على الرابع فيعني الله يكون في عون جيرانك، فاستحمل. واحنا كنا عملنا حلقة قبل كده النساء اللي ضحكتها تجيب البوليس، يعني هسيب لكم الرابط بتاعها في التعليقات او في وصف الفيديو عفوا، وفي اول تعليق اللي عايز يسمعها شوف القوسية كانت فين، يعني لان هي تلقائية قوي وما بتاخدش بقى حاوطة ونقعد نداري والاسرار والكلام ده، لا ما فيهاش هي الكلام. في الاكل بتعز الاكل، يعني انثى برج القوس زي الرجل كده بيعز الاكل، ولو كلت ما شاء الله ممكن تنسى نفسها. القوسية كده بتحب الاكل وصاحبة مزاج في الاكل، ورغم ان هي ملهاش صبر، انما لو في اكلة كده في دماغها، البانيه، المكرونة بالبشاميل، الكبدة، الاشياء دي كلها، عشان انا جعان دلوقتي فبتفنن وانا بقول انواع في الاكل. لو في اكلة بتحبها، ولا اجدع طباخ ولا الشيف حسن حتى يعمل زيها، لا بس تكون على مزاجها مش مفروضة عليها. مش انت مثلا زوجها دلوقتي وهفت عليك البصارة فقلت لها قومي اعملي بصارة، هي ما بتطيقهاش، ممكن تطلع عك. انما حاجة بتحبها كده هتبدع فيها اوي، لان هي يعني مذواقة، عندها مزاج في الاكل، من النساء اللي هي الاكل بتاعها مميز. ولان عارف ان الشعنونة والقوسية ما عندها الصبر، فانا لقيت الفيديو طويل فمعلش انا بعتذر، فكالعادة هكتفي بالقدر ده عشان ما تزهقوش مني وتملوا مني، وهنزل على طول دلوقتي بقى اشوف التعليقات. فانا عايز ارائكم، عايز شير لكل القوسيات، عايز تعليقات، عايز لايك عشان اكبر قدر من اصدقائنا يتجمع. وغدا ان شاء الله المرأة الحديدية، الحلقة الغامضة الثقيلة القوية، انثى برج الجدي الترابية. شوفوا الشعر بقى اللي انا قلته، هستنى ارائكم وتعليقاتكم، وكل سنة وانتم طيبين.